بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم نهائي علوم تجريبية، أقترح عليكم تصحيح الباك 2015، الموضوع في الرياضيات، الموضوع الثاني والتمرين الثالث. السؤال الأول يقول: الدالة المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية f دو x تساوي 4x زائد 1 على x زائد 1. سي اف تمثيلها البيان. اولا، عين اتجاه تغيير الدالة f على المجال صفر. إذن كيف نتوصل لهذا الاتجاه؟ لازم نحسب المشتقة للدالة. المشتقلة تاعها، العبارة تاعها هي معروفة، هي من الشكل U على V، والمشتقة تمد هي U بريم V ناقص U V على V2، V مربع. بعد الحسابات نتوصل إلى F بريم لX تساوي 3 على X زائد 1 مربع. نلاحظ أن 3 موجبة، وأن X زائد 1 هو عدد موجب، إذن المشتقة f بريم دو x موجبة في المجال صفر زائد لهنا. إذن f بريم دو x موجبة في هذا المجال، والدلالة والدالة f متزايدة في المجال صفر هذاك. أولا هذا عين اتجاه، إذن f دو x متزايدة في المجال صفر زائد لا نهاية. ثاني أدرس وضعية سي اف بالنسبة إلى المستقيم دي ذي المعادلة إكراك يساوي x. هذه اثنين. إذن اثنين واش نديرو؟ نديرو ندرس الوضعية سي، نحسب العبارة f dx ناقص x. f dx ناقص x راكم تشوفوا، نتوصلوا إلى f dx ناقص x يساوي ناقص x مربع زائد 3x زائد 1 على x زائد 1. إشارة f dx ناقص x هي إشارة إشارته ناقص x2 زائد هذا x زائد 1، لأن x زائد 1 موجب في المجال 0 زائد 2. إذن بعد حساب تاع دلتا، بعد الحساب تاع دلتا نلقاو جذرين x1 و x2. x1 تساوي 3 ناقص جذر 13 على 2 هي سالبة، دونك غير مقبولة في المجال المطلوب. و x2 هي 3 زائد جذر 13 على 2 وهي ألفا. ألفا فاصلة التقاطع ما بين CF التمثيل البياني و المستقيم دلتا دي. إذن إكس هي فاصلة التقاطع في المستقيم، صح. الوضعية كيف نشوفها؟ الوضعية نشوفها ما بين صفر حتى زائد النهاية، اف دي إكس ناقص إكس موجبة ما بين صفر حتى ألفا، وسالبة ما بين ألفا حتى زائد النهاية. إذن f دو x سي اف يقع فوق المستقيم دلتا، ولنا ألفا هي سي اف يقطع تحت دي، ولنا سالبة معناه سي اف يقطع تحت المستقيم دلتا، يقع تحت الشكل هو لنا موجود ما بين صفر حتى الألفا. سي اف راهي فوق المستقيم دي، وما بين
الفا حتى زايد لهنايا سي اف راهي تحت المستقيم دالتا، وفي فاصلة الفا لهنا سي اف تقطع دي. مثل سي دا على المجال صفر صفر، على المجال صفر حتى لستة، مثلنا سي اف هي موجودة، ومثلنا المستقيم دي يجراك يساوي اكس، و كاين تقاطع في اكس يساوي الفا. اثنين، نعتبر المتتاليات يو ان و في ان معترفين المعرفتين على ان كما يلي: يو زيرو يساوي اثنين، و يو ان زايد واحد يساوي اف دو يو ان، و في زيرو في صفر يساوي خمسة، و في ان زايد واحد يساوي اف دو في ان. الف، انشا على حامل محور الفاصل والحدود يو زيرو يو ان يو دو و في زيرو في ان في دو و في تروا دون حسابا. تمام، راكم شوفوا اي زيرو يمدلنا بعد اي زيرو هذاك يمدلنا هاي اي زيرو هي دو، دونك يو ان هي تروا، هاي يو دو يو ان يو ان هاي يو ان يو ان تروا يمدلنا يو دو يو ان ايكال تروا يو دو تمدلنا 3.25. يو 3 بدلالة يو 2 تمدنا 3.29. لهنا واش لاحظوا؟ يو ان متزايدة، شوف متزايدة يو 1 يو 2 3 راح توجور طالعة متزايدة ومتقاربة، ومتقاربة نحو الفا، متقاربة نحو الفا. إذا نوليو الفي ان، في 0 يساوي 5، في 1 يساوي 3.5، في 2 يساوي 3.23، وفي 3 يساوي 3.30. واش لاحظوا؟ لاحظوا بلي في 0 اكثر من في 1، في 0 اكثر من في 1، في 0 اكثر من في 1 اكثر من في 2 اكثر من في 2 واكثر من في 3. معناه في ان متتالية متناقصة ومتقاربة نحو الفا. اثنين، خمن اتجاه تغير وتغارب كل من المتتاليين. يبان ما درتهاش مرة. انشي على حامل محور وخمن اتجاه تغير تقرب كل من المتتالي ذاك، تقرب كل من ذاك، خمن اتجاه تغير تقرب، صح، والتقارب هو لألفا لكل لكلتا المتتاليين. اثنين ألف، أثبت أنه من أجل كل آن من آن يو آن محصورة ما بين اثنين وألفا، وفي آن محصورة ما بين ألفا وخمسة، حيث ألفا تساوي ثلاثة زائد جذر ثلاثة على اثنين. لهنا في القضية هذه، في هذا السؤال، نستعمل قاعدة التراجع باستدلال قاعدة استدلال التراجع. إذا من أجل أن يساوي صفر، نعرف باللي يو اس يو صفر يو صفر ما بين يحصل ما بين 2 وألفا، دونك يسمى 2 ما بين 2 وألفا. نفرض أن يو ان محصورة ما بين 2 وألفا، ونبرهن أن يو ان بلس ان محصورة ما بين 2 وألفا. لهنا لاحظوا بلي يو ان بلس ان يساوي اف يو ان، بما ان الدلافة متزايدة تماما على المجال 2 الفا، فان اف دو دو اقل من اف دو يو ان اقل من اف دو الفا، اي يو ان بلس ان اقل من الفا واكثر من 3،
وأكثر من 2، ومنه حسب الاستدلال بتراجع فإن نهائيا Vn محصور ما بين 2 وألفا. لدينا كذلك Vn محصور ما بين ألفا وخمسة، نتوصل للنتيجة بعد ما نلاحظوا بلي F متزايد تماما مع المجال ألفا حتى الخمسة. إذن F دو ألفا ناقص أقل من F دو ألفا أقل من F دو خمسة. إذن نتوصل إلى النتيجة Vn أقل من خمسة وأكثر من ألفا. أثبت استنتج اتجاه تغير كل من مثلاً استنتج تغير وألفا كما تعرفون ألفا هي العدالة، قيمة ألفا هي حل معادلة معروفة f دو x تساوي x. نتوصل بعد ذلك نتوصل إلى النتيجة x2 يساوي ألفا معناه 3 زائد جذر 13 على 2. 2b اتجاه تغير ذاك من أجل x يساوي 2 ألفا f دو x ناقص موجبة، ومنه من أجل ذاك un محصورة ما بين 2 ألفا، فإن un بلس ناقص un موجبة معناه أن المتتالي un متزايد تمام على الآن. من أجل كذلك x يتغير ما بين ألفا وزيد خمسة f دو x ناقص x سالبة، ومنه من أجل vn محصور ما بين ألفا وخمسة، فإن vn بلس n ناقص vn سالبة معناه أن المتتاليان متناقصة تماما على الآن. بمعنى un متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى un أقل من ألفا، فإن un متتالية متقاربة. بما أن Vn متناقصة تماما ومحدودة من Vn أكثر من ألفا، فإن Vn متتالية متقاربة. ثالثا ثلاثة ألف Vn بلس زيد واحد ناقص Vn بلس أن بعد التعويضات وبعد الاختزالات نتوصل إلى شوفوا مليح نتوصل إلى إذن Vn زائد واحد ناقص Un زائد واحد أقل من الثلث لـ Vn ناقص Un. ثلاثة بي نعرف بلي Vn بلس أ زائد واحد ناقص un بلس ان اقل من ثلث un ناقص un. نطبق هذه العلاقه في اذا كان n موان 1 ونطبقها n موان 2. نتوصل الى vn ناقص un اقل من ثلث مضروبه في ثلث مضروبه في ثلث n خطره قداش خطر ان خطره مضروبه في v صفر ناقص u صفر معناه 1 على 3 اس ان 5 على 2 35 هي v 0 ناقص u 0 معناه 1 على 3 ان ناقص 1. لا خطرش ان هذا يهبط لنا لهنا 5 2 3 دونك 3 واحد الفوق يولي ناقص دونك ناقص واحد. إذن نتوصل إلى العلاقة المطلوبة. فيما يخص النهاية راكم تشوفوا هذا أقل من واحد، إذن في هذه الحالة أقل من واحد معناه يؤول إلى صفر أو يكتبوا هذا، وهذا يؤول إلى زائد للنهاية واحد على زائد للنهاية مدلنا صفر. فيما يخص النهاية راكم تشوفوا هي حل لمعادلة درجة ثانية، توصلوا إلى ال 3 زائد جذر 13 على 2 وهو ألفا قيمة ألفا.